احنا كنا شوفنا لحد دلوقتي الالجوريثميك هيكس اللي استخدمها فور استيميشن، واتكلمنا على الفانكشنال بوينت والكوكومو موديل. والكوكومو موديل زي ما استخدمنا شويه بيعتمد بشكل اساسي على ان انا بطلع السايز او استيميت السايز، ومن نوع استيميت بقى الايفورت في التايم. الحقيقه في تكنيكس جديده ظهرت اسمها الاوبجكت بوينت. الفانكشن بوينت الحقيقه كانت من الحاجات القديمه دي اخر السبعينات يعني. فالاوبجكت بوينت الحقيقه بتحاول تستنيت برضه السايز بتاع السوفت وير، بس فور يعني نيور تايب اوف ديفلوبمنت. وهنا احنا بنتكلم على اللي بنسميها الفورث جينيريشن لانجويج، هاي ليفل لانجويج اللي هي طبعا التفاصيل فيها اقل ابعد عن الاولد لانجويجز اللي كانت موجوده في السبعينات زي السي والباسكال ده او الاسامبلي والحاجات اللي زي كده. والحقيقه يعني في عندنا حاجه بنسميها الداتا مانجمنت تولز زي مثلا الاس بي اس اس والماثيماتيكا والماتلاب والساس والاي بي اي بي، دي كلها تولز الحقيقه زي ما انتم عارفين بتبدي بروجرامز. في ناس بتستخدم الماتلاب بتبدي بروجرامز ذات في الساينتفك ابلكيشنز. في دلوقتي ده الكاتيجوري الاولانيه، في كاتيجوري مخصوصه للقصه بتاعت الريبورت والفورم جنريشن زي الاوراكل مثلا، اوراكل فورمز والاس كيو ال، الحاجات دي بتشتغل دلوقتي معظم البيزنس ابلكيشنز بتعتمد عليها. في النهارده تولز كتيره اللي هي بنسميها الكمبيوتر ايدد سوفت وير انجينيرنج تولز، الكيس تولز زي مثلا راشنال روز دي من اشهرهم واكثرهم يعني تقدما. وفي تولز كتيره قوي، فيجوال ستوديو نفسه هو احد اشكال الكمبيوتر ايدد سوفت وير انجينيرنج تولز. لو انا بالذات لو انا شغال بحاجه زي الانتربرايز اديشن تولز بقدر اعمل فيها الديزاين بتاعي فيجوالي وجنريت كود، والفيجوال بروجرامنج زي ما حضراتكم شايفين ليه تكنيكس بقدر ارسم فورم والفورم اوتوماتيكالي يبقى جنريتد ليها الكود. لما بحط فورم مثلا على فيجوال ستوديو واجي على زرار دبل كليك عليه يفتح لي الفانكشن اللي هو الريسبونس بتاعه. فالحقيقه هنا احنا بنتكلم على ماتش ايزير كودينج لانجويجز فيجوال. الحقيقه التكنيكس القديمه دي مش مناسبه النهارده، بقى في شغل كتير بيعتمد على فيجوال بروجرامينج واستخدام تول مش كتابه كود. عشان كده الحقيقه بقى محتاجين تكنيكس جديده نقدر نستمد بيها السايز، وعشان كده ظهر ما يسمى الاوبجكت بوينت. الاوبجكت بوينت الحقيقه بنقدر نستخدمه للنوعيه دي من الديفلوبمنت انفايرمنت، وشبه الفانكشن بوينت برضو بنجمع مجموعه من البيانات وبنقدر نستمد انا عندي كام اوبجكت بوينت، وبعدين الاوبجكت بوينت ده بنقدر نطلع منه بعد كده سايز استيميت او ايفورت. والحقيقه الناس بدات تتكلم على هذا الكلام يمكن من منتصف التسعينات وطلع منه حاجات كتير قوي وشبه الفانكشنال بوينت، بس اعتمد على بارامترز ثانيه. اولا هنا احنا بنعد النمبر اوف سكرينز بقى، يعني هنا بقى الموضوع مختلف شويه، بنعد النمبر اوف سكرينز وبنكلاسيفاي ذم. انا عندي كام سكرين سامبل وكام سكرين ميديوم وكام سكرين كومبلكس على حسب برضه عدد الاوبجكتس اللي موجوده على السكرين او الفورم دي. وبعدين بكمبيوت النمبر اوف ريبورتس اللي هتطلع برضه من السيستم، كمان برضه بكلاسيفاي ذم اس سامبل ميديوم كومبلكس. وبعدين بكاونت النمبر اوف موديولز، هنا بقى يعني ايه بقى احنا بنتكلم هنا على الموديولز اللي هي غالبا مثلا في الفيجوال بروجرامينج لانجويجز زي السي شارب بتبقى عدد الكلاسز اللي بيحصل لها ديفلوب. بنستخدم ويت ماتريكس برضو، الويت ماتريكس ديت بشوف انا عندي كام سكرين سامبل كام سكرين ميديوم كام سكرين كومبلكس كام ريبورت سامبل كام سكرين كام ريبورت ميديوم كام ريبورت كومبلكس وكام موديول برضو بنفس الحكايه، وبنضرب كل رقم منهم في كونستانت وبنجمعهم على بعض بيديني النمبر اوف اوبجكت بوينتس. نفس الفكره اللي كنا بنشتغل بيها في الفانكشن بوينتس، بس الفانكشن بوينتس كان عندنا خمسه باراميترز، هنا احنا بنقيس ثلاثه. دي ازاي بقدر اصنف السكرين؟ السكرين بتاعتي هي سيمبل ولا ميديوم ولا ديفيكالت؟ والله بشوف هي فيها كام فيو، السكرين ده فيها اقل من 3 فيوز، هل فيها من 3 ل 7 فيوز ولا فيها 8 او اكثر، يعني اكثر من شكل العرض. طيب وال
الداتا سورسز اللي موجوده في كام انبوت باخده، هل باخد اقل من 4 ولا اقل من 8 ولا اكثر من 8، وبنت على البارامترز دول بقدر اصنف للسكرين اذا كان سامبل ولا ميديم ولا تيبيكال. نفس الكلام بالنسبه للريبورت، الريبورت فيه كام سيكشن، هل في 1 سيكشن 2 او 3 سيكشن اكثر من 4 سيكشن، والسورسز بقى اللي انا باخدها، انا باخد الريبورت بتاعي ده من كام تيبل، هل باخده من عدد من التيبلز اقل من 4 عن سؤال. طبعا يعني الريبورت الحقيقه في تولز كتير بنجنريت ليها ريبورت، فانا مش عارف انا كنت فاتح الاكسس مش فاهم، لا والله مش معايا دلوقتي، لكن يعني ممكن لو استخدمتوا اي في مايكروسوفت اكسس تقول انا عايز اجنريت ريبورت بالديزاين ريبورت بقى تحط فيه سيكشنز وتربطه بتيبلز بهذا الشكل. وبعدين ببتدي بقى ادي الريبورتس، ادي الويت ماتريكس، بشوف انا عندي كام سكرين، لو سامبل بضربها في واحد، لو ميديا بضربها في اثنين، لو ديفيكالت بضربها في ثلاثه، بشوف انا عندي كام سكرين سامبل زائد كام سكرين ميديوم بضربهم في اثنين زائد كام سكرين ديفيكالت بضربهم في ثلاثه، وبعدين ريبورتس عندي كام واحد سامبل بضربه في اثنين، كام واحد ميديوم بضربه في خمسه، كام واحد ديفيكالت بضربه في سبعه. الموديولز مفيش فرق ما بينهم، الموديولز هو العدد وبالتالي مفيش تصنيف، هو باخد عدد الموديولز بضربه في 10 مباشره، وفي الاخر بطلع ما يسمى بالنمبر اوف اوبجكت تايب. طيب بعد ما بعد عدد السكرينز اللي عندي وبصنفها، عدد الريبورتس اللي عندي وبصنفها، عدد الموديولز، ابتدي احسب الحسبه بتاعتي، باخد وبعمل اضرب وبحسب الحسبه دي. فبضرب كل واحد في الويت بتاعه، 1 2 3 في السكرينز، 2 5 7 في الريبورتس، 10 في الموديولز، بجمع الكلام ده كله على بعضه، اوكي؟ وبعدين بضربه في 100 ماينس ار على 100. ار دوت حاجه اسمها البرسنتج اوف كومبوننتس ريوزد، يعني انا دلوقتي بشوف الاوفر اول كومبوننتس اللي عندي، هل انا ما بستخدمش حاجه خالص يعني كومبوننتس انا بكتب كل الموديولز بتاعتي فروم سكراتش، ولا عندي اوريدي الموديول السوفت وير بتاعي تقريبا 100 كومبوننت في 50 اوريدي انا بعملهم ريوز من قبل كده. فطبعا هنا داخل كمان الحاجه اللي بنسميها الكومبوننت بيزد ديفلوبمنت، بس الحسبه دي كلها بيطلع لي في الاخر النمبر اوف دايركتلي على طول من نمبر اوف اوبجكت تايمز بقدر اطلع الايفورت مباشره، فبقول هنا النمبر اوف او الايفورت بيساوي النمبر اوف اوبجكت تايمز مقسوم على البرودكتيفيتي. البرودكتيفيتي بتتقاس كام اوبجكت بوينت بير مانث، يعني لو عندي شخص بيشتغل لمده شهر يقدر ينفذ كام اوبجكت بوينت 10 15 20، لازم ده على ده يديني الايفورت في المانث. طبعا الاوبجكت بوينت زي ما انتم شايفين حساباتها اسهل، وبنقدر نطلع منها برضه استيميت في الايفورت بشكل كبير جدا. البرودكتيفيتي طبعا برضه بتعتمد على حسب الاورجنايزيشن والناس اللي موجودين فيها، وبتتراوح لو البرودكتيفيتي فيري لو، فاحنا لو شخص يعني لسه صغير جونيور مش متعود قوي على اللانجوج الانفايرمنت الجديده، كل النون فانكشنال ريكويرمنتس والبرسونال والاورجنايزيشن بتترجم في الاخر في البرودكتيفيتي فاكتور. فبنبتدي من اول ان الشخص بيقدر يعمل 4 اوبجكت بوينت بير مانث لحد انه يقدر يعمل 50 اوبجكت بوينت بير مانث، وفي ناس بتقدر توصل ل 75 اوبجكت بوينت بير مانث. طبعا الاوبجكت بوينت ميزته انه سمبل تو سكريت، بياخد انتو اكونت الريوز كود، ودي حاجه من الحاجات اللطيفه جدا. بعض الكوكومو مودلز بدات كمان تحط هذا في الاعتبار، لان الكود ريوزابيلتي بقت حاجه اساسيه. النهارده احنا بنريوز ا لوت اوف ايفن او ايذر بريفيوس كود احنا كاتبينه او كود جاهز جايبينه يعني اوبن سورس، او حتى الكلوز سورس كومبوننت موجوده كثيره، وبالتالي طبعا الحاجه اللي احنا بنعيد استخدامها الايفورت اللي بيتحسب لها بيبقى اقل بكثير جدا 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 من كتابتها بالكامل. انا باخد بس الايفورت بتاع الانتجريشن، ما باخدش الايفورت بتاع احنا كده خلصنا الجزء بتاع البروجكت بوينت، وكده احنا خدنا بشكل كبير جدا الديفرنت مودلز اوف سايز اند ايفورت استيميشن، وده الحقيقه بيكونكلود ازاي بنقدر نعمل عمليه
الانسبريشن.